أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع، في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستعرف على علامات المنافق وأيضا مفهوم آل البيت. علامات المنافق: هناك صفات إذا توفرت كلها أو بعضها في شخص عدة من المنافقين، وهي الكذب وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة. ما المقصود بالمنافق عزيز الطالب؟ هو الشخص الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خاب. ما المقصود بكلمة آية عزيز الطالب؟ هي علامات وصفه. يحرص الإسلام على تطهير النفس المسلم والارتقاء بسلوكه وأخلاقه، لذا دعاه إلى تجنب السلوكيات السيئة التي يتصف بها المنافقون، وقد ذكر الحديث الشريف ثلاثا من هذه العلامات: الكذب في الحديث، وإخلاف الوعد، وخيانة الأمانة. الكذب هو خلق مذموم حرمه الله تعالى وحذر منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يبغضه بغضا شديدا. عن أم المؤمنين عائشة قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب، لأن الكذاب لا يقول الحقيقة ويعمد لإخفائها عن الناس، فيجعلهم يظلمون ويعتدون على بعضهم البعض. يبين الحديث الشريف عزيز الطالب أن الكذب من صفات المنافق، أما المؤمن فهو صادق في أقواله وأفعاله وفي باطنه وظاهره، لذا يتجنب الكذب، وإذا وقع فيه سارع إلى تركه والندم عليه والتوبة منه. عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منه توبة. إخلاف الوعد: ما المقصود بالوعد عزيز الطالب؟ الوعد هو أن يلزم الإنسان نفسه بأمر ما تجاه الغير، فإذا وعد الإنسان وعدا ونوى في قلبه الإخلاف به فقد اتصف بصفات المنافق، أما إذا وعد ولم يستطع الوفاء لعذر فلا إثم عليه. والوفاء بالوعد من صفات الأنبياء، قال تعالى مادح النبي وسيدنا إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. في مثل وقد مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة صالحة للمؤمنين بوفائه بالوعد في كثير من المواقف، ومن ذلك وفائه بوعده لأنصار حين وعدهم بعد فتح مكة، ورجع مع الأنصار إلى المدينة المنورة بعد فتح مكة المكرمة، وفائه أيضا بوعده المشركين حين اتفق معهم في صلح الحديبية. خيانة الأمانة هي خيانة صفة ذميمة من صفات المنافق، نهى الله تعالى عنها، وقد أمر الله تعالى بإداء الأمانات ووعد الأداء الأمانات من صفات المؤمن المفلحين. ويشمل أداء الأمانات حقوق الله تعالى ورسوله بالقيام بالطاعات واجتناب المعاصي، ويشمل أيضا حقوق العباد برد الأمانات إلى أصل. أما العمرة عزيز الطالب، هي من العبادات العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، ولها أركان ينبغي التزامها بالترتيب. للكعبة المشرفة عدة أسماء تعرف بها، وقد وردت في القرآن الكريم، وهي الكعبة والبيت والبيت العتيق والمسجد الحرام والبيت المحرم وأول بيت. إذن العمرة عزيزي الطالب هي زيارة بيت الله الحرام في مكة المكرمة لأداء مناسك معينة تقربا إلى الله تعالى وطاعة له. يستطيع المسلم أداء العمرة في أي وقت خلال العام، ولأدائها فضائل كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. إذن الكير هو أداة ينفخ بها الحداد في النار لإزالة الشوائب العالقة بالمعادن وتنقيتها. من فضائل العمرة عزيز الطالب تكفر الذنوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهناك أركان للعمرة: الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة، الحلق أو التقصير، والترتيب بين الأركان. ما هو الإحرام؟ هو نية البدء بأداء أعمال العمرة، فيقول من نوى لبيك اللهم بعمرة، ويجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن كان رجلا فعليه قبل الإحرام أن يتجرد من الملابس المخيطة ويلبس أزارا ورداء من غير خياطة، أما المرأة فتلبس ما شاءت من اللباس الساتر من غير تغطية وجهها وكفيها. الطواف هو المشي حول الكعبة سبعة أشواط، يبدأ كل شوط من الحجر الأسود،
وهناك أيضا السعي بين الصفا والمروة، وأيضا الحلق أو التقصير والترتيب بين الأركان. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.